مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم إلى حوار الساعة، وأرحب بضيوفي في هذا البرنامج من دمشق، الأستاذ عبد الله سليمان علي الكاتب والصحفي في جريدة السفير اللبنانية، ومن أوسلو السيد ماجد حبو نائب رئيس هيئة التنسيق المعارضة في المهجر، ومن طهران الأستاذ أنيس نقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية. برفقتكم مشاهدينا ومع ضيوفي سنحاول إلقاء الضوء على الحدثين اللذين طغيا على عقارب الساعة: تصفية قيادة أحرار الشام في عملية لم يتضح من يقف خلفها في إدلب، وإنشاء التحالف ضد الإرهاب برعاية أمريكية تحت عناوين متفاوتة، من احتواء تمدد دولة الخلافة إلى تدميرها. قبل البدء في النقاش ننتقل إلى غرفة الأخبار لنتابع هذا العرض الذي أعده الزميل عبد الله ظاهر حول هذا الموضوع. إليك عبد الله. شكرا لك ديما، السلام عليكم مشاهدينا. في تل صندل بالقرب من رام حمدان بريف إدلب الشمالي كان يجتمع نحو 40 قياديا من حركة أحرار الشام. دقائق مرت ليأتي الخبر صاعقا على مؤيدي الحركة: تمت إبادة 40 قياديا، على رأسهم قائد الحركة حسان عبود الملقب بأبو عبد الله الحموي، في عملية معقدة لم تكشف أسرارها إلى تاريخه. الهجوم على أحرار الشام كان استباقيا لضرب ركن أساسي فيما يسمى بالمعارضة المعتدلة، التي تعمل دول إقليمية على تمويله وإعداده ليكون شريكا في الاستراتيجية الأمريكية والتحالف الدولي ضد داعش. أحرار الشام واحدة من أكبر الفصائل المقاتلة ذات الاتجاه القاعدي، وسبق لتنظيم داعش أن اغتال أحد أبرز قياديها ووجوه القاعدة والجهاد الأفغاني أبو خالد السوري، وبمقتله تفجر الخلاف بين داعش والنصرة وتوعد الجولاني بالانتقام. دفعت الحركة ثمن موقفها في الانتقال من اعتزال قتال داعش إلى جبهة مقاتلة ضدها بعد انضمامها للمجلس العسكري الموحد لقيادة الثورة، والذي يضم 18 فصيلا أبرزهم جيش الإسلام. لكن السؤال هو: ما هي الأسباب التي دفعت داعش لاغتيال قيادات أحرار الشام؟ أولا، القضاء مبكرا على أي خطوة لتكوين جبهة مقاتلة ضدها في سوريا شبيهة بما حصل في العراق، يستند إليها الغرب والتحالف ضد الإرهاب ويسعى لإشراكها في قتاله ضد داعش. ثانيا، التأكد من موقف هذه القوى في حسم أمرها لقتاله، وهي رسالة لكل الفصائل التي تفكر بالانخراط لقتال داعش، ولا سيما بعد الدعوة التي أطلقها قبل أيام جمال معروف قائد جبهة ثوار سوريا، والذي سحب قواته من ريف إدلب لقتال داعش في ريف حلب الشمالي. هذا في الأسباب، أما في النتائج فيظهر التالي: أولا، تفتيت أحرار الشام وإضعاف صفوفها وإخراجها من ساحة المعارك المفتوحة في جبهات واسعة مع الجيش السوري، على غرار ما حدث للواء التوحيد الذي تم تهميشه وتقسيمه بين مجموعتين بعد قتل مؤسسه عبد القادر صالح. ثانيا، قد تتمكن داعش من اجتذاب عناصر كثيرة من الحركة، على غرار ما شهدته النصرة التي تلقت ضربة قوية من داعش في معارك دير الزور، أدت إلى انشقاق أعداد كبيرة من مقاتليها وانضمامهم إلى داعش. ثالثا، تصفية قيادات أحرار الشام من الصف الأول والثاني سيضعف قدرة المجموعات المسلحة على التفاهم فيما بينها، وسيؤدي إلى تصاعد الشكوك حول قدرتها أو إرادتها في مواجهة داعش في الأيام المقبلة. هي عملية موجعة لا بل قاسية، تعرض لها أحد أبرز فصائل المعارضة المسلحة، ومن كان في طليعة من رفع السلاح وتمرد بوجه الجيش السوري، لواء درب وسلح وقتل وغير الكثير من المعادلات، فبات الآن في قلب المعادلة، إما النهوض والاستمرار في صفوف المعارضة أو التشتت والزوال في بحر داعش. عودة إليك ديما. شكرا لك عبد الله، وارحب مجددا بضيوفنا الكرام، وابدا معك استاذ عبد الله علي من دمشق. يعني ربما نتفق بان ما اصاب احرار الشام من تصفيه الصفين الاول والثاني فيها هو من اكبر عمليات التصفيه ربما في تاريخ القاعده بشكل عام، او في تاريخ المجموعات الجهاديه يعني بشكل خاص. هناك
حوالي 70 شخصية، هذا في آخر إحصائية لما تم استهدافه في هذه العملية، عبوة من الغاز السام أو ربما تفجير انتحاري. إلى الآن لم تتضح ملامح أو تفاصيل هذه العملية قضت على هذه القيادات. وأيضا كان يحكى بأن هذا الاجتماع كان لتقرير إذا ما كانوا سينضمون إلى مبادرة زهران علوش التي سميت واعتصموا، وهي ما كانت تعمل عليه السعودية من أجل حشد الجماعات الجهادية للمشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب. هل برأيك تزامن العملية مع هذا الحشد لأمريكا والسعودية لهذا التحالف هو وحده ما يفسر قطع رؤوس أحرار الشام؟ نعم، بالفعل يمكن القول أن الضربة التي تلقتها حركة أحرار الشام هي ضربة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الفصائل الجهادية، فلم يسبق لأي فصيل جهادي على مر التاريخ ومنذ ظهور هذه الفصائل أن تعرض لإبادة كافة قادة الصف الأول وقسم من قادة الصف الثاني في ضربة واحدة وفي لحظة واحدة. وكما قيل في التقرير، ملابسات الحادثة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولكن هناك معلومات ترد تباعا آخر المعطيات تشير إلى أن الاجتماع كان في مبنى هو عبارة عن ريكار لتصريف الأمطار بعرض 4 أمتار وارتفاع 3.5 أمتار، تم استخدامه من قبل قائد لواء بدر المعروف بأمنياته العالية، حيث قام بتقطيع عدة غرف في هذا المبنى لاستخدامه في الاجتماعات الخاصة. والغرفة الأولى في هذا المبنى على ما يبدو وكما تشير المعطيات حتى الآن هي عبارة عن مستودع ذخيرة، والعبوة التي تم استخدامها في التفجير هي عبوة صغيرة وغير متوقعة تزن 1 كيلو غرام، تم وضعها في هذا المستودع لتكون بمثابة فتيل الانفجار لهذا المبنى. وكما قلنا أنا كتبت في السفير أن المبنى له مدخل رئيسي واحد، وبما أن المستودع يقع بجوار هذا المدخل عند حدوث الانفجار تم أغلاق المدخل، لذلك أغلب قادة الحركة ماتوا اختناقا نتيجة الغازات التي تسربت من التفجير. وهناك ملاحظات هامة حول هذا التفجير، هناك بالفعل تزامنه مع إنشاء التحالف الدولي لما سمي محاربة داعش، وهناك نقطة أخرى في غاية الأهمية هي غياب عدد من قادة أحرار الشام عن هذا الاجتماع. وهذا يطرح تساؤل، لماذا غاب مثلا أبو العباس الشامي واسمه محمد أيمن أبو التوت الذي يعتبر المحرك الأساسي لأحرار الشام رغم أهمية الاجتماع وخطورته واعتباره سيتخذ قرارات حاسمة في تاريخ الحركة، ولماذا غاب أبو البراء مارش مارين وأبو صالح طحان وجميع هؤلاء من مجلس شورى حركة أحرار الشام، فلماذا تغيبوا؟ كل هذا يطرح أسئلة عن حقيقة المتورطين أو حقيقة الاختراق الأمني الذي تعرضت له هذه الحركة وأدى إلى اغتيال قادتها. طيب، لن نفصل الآن في تفاصيل الاغتيال وتفاصيل العملية لأننا نريد أن نوسع النقاش إلى ما بعد هذه الضربة لربما أكبر الفصائل المقاتلة على الأرض وهي أحرار الشام. وكما قلت أستاذ عبد الله، هي ربما ضربة غير مسبوقة حتى في تاريخ الصراع في سوريا أو في الصراع الحالي في سوريا. أنتقل إليك أستاذ أنيس نقاش، اليوم شهدنا هذا الاجتماع في جدة الذي يحاول أن يبلور ربما أو ليبلور التحالف الدولي وشكل التعاطي مع مكافحة داعش، لكن تم استبعاد إيران وسوريا من هذا التحالف ضد الإرهاب وضد داعش في سوريا وحدها، بينما تشارك إيران في تفاهم غير معلن في مواجهة داعش في العراق، وأيضا يقال بأنها قامت بتشكيل أو بتسهيل تشكيل الحكومة العراقية لتسهيل الرهان على استعادة السنة. هل برأيك تحتاج سوريا أو إيران إلى هذا التحالف لمواجهة داعش؟
لا أعتقد أنهم يحتاجون إلى هذا التحالف، وخاصة أن هناك تناقضات بين هذا التحالف وبين ما تنظر إليه سوريا وإيران كحقائق على الأرض. بداية استبعاد هذه الدول هو أكبر دليل على أن الهدف الأساسي والمعلن بمحاربة الإرهاب هو غير صحيح. هناك محاولة لاستعادة المبادرة من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها في المنطقة لإعادة تنشيط دورهم بعد أن فقدوا الكثير وبعد أن أصبحت التهديدات تأتيهم من عدة مواقع منها داعش، ولكن الأهم هو أن نظام الحكومة العراقية والوضع في سوريا وحرب غزة أثبتت على أن الأمور في منطقة الشرق الأوسط ليست تحت السيطرة تماما. ولذلك جوهر الموضوع بهذا التحالف ليس هو العنوان المعلن، بل إعادة تنشيط الدور الأمريكي مع بعض الحلفاء، بمعنى أن ما سمعناه اليوم على بصراحة ووضوح بتسليح ما يسمى المعارضة المسلحة المعتدلة وتدريبها بالسعودية ما هو إلا إعلان ما كان مستورا في السنوات الماضية من تدريب وتسليح بأن يصبح اليوم مشرعنا تحت شعار أنه مطلوب محاربة داعش. فهذا سيناريو قديم كنا شاهدنا منه، ويجب أن نكون يعني يقظين من السماح للولايات المتحدة بأن تنشط دورها حتى تحت شعار محاربة الإرهاب، لأنها عندما كان عندها 150 ألف جندي وكل طيرانها بالعراق لم تستطع أن تواجه هذا العمل لوحدها، وبالتالي ما لا أعرف كيف تستطيع اليوم بهذا الحشد أن يعني تعيد الكفة، في حين أن معسكر المقاومة وحلف المقاومة هو الذي يتحمل العبء الأكبر، وهو الذي استطاع أن يعني يحاصر هذه الظواهر في أكثر من مكان، وأعتقد بالمستقبل أنه سيتحمل العبء الأكبر. نعم. لمواجهة هذه الظاهرة. أستاذ أنيس، يعني حتى في العراق لم تكن كافية الضربات الأمريكية الجوية لداعش، يعني لولا تحرك البشمركة والجيش العراقي على الأرض ليس هناك من أي تحقيق لأهداف هذه الضربات. وأمريكا اليوم تتحدث، أو التحالف بشكل عام يقول بأنه ليس هناك من قوات برية على الأرض. بدون الاعتماد أو بدون التنسيق على الأقل مع الحكومة السورية وضمن تحرك الجيش السوري، كيف يمكن لهذه الضربات، يعني كيف تنظر واشنطن أو كيف ترى واشنطن أنه بإمكانها أن تحقق ضربات ضد داعش إن لم يكن هناك تنسيق لقوات على الأرض؟ سأعطيك مثلين، في سوريا واحد وفي العراق واحد بالنسبة للضربات الجوية. كل الضربات الجوية مع كثرتها التي قامت بها الولايات المتحدة لم تكن نوعية وخاصة، بمعنى أنها كانت تضرب سيارات مسلحة، كانت تضرب تجمعات، ولكن لم تأتينا برأس كبير بناء لمعلومات استخباراتية. في حين أن اليوم أعلن عن ضربة جوية بناء لمعلومات الاستخبارات العراقية وبالطيران العراقي، ومن يعرف طبيعة التنسيق على الأرض يعرف أن هناك أكثر من دور لمن هم لحلفاء العراق في هذه الضربة التي جاءت برأس ما يسمى بوزير دفاع دولة داعش. قبل أسبوع أيضا في سوريا كان هناك ضربة جوية نوعية وأصابت في الصميم بعض قيادات داعش، وبالتالي من يملك المعلومات على الأرض هو من يعمل في العراق على الأرض بشكل قوي، ومن يعمل في سوريا بشكل قوي، وهم في الحالتين الحكومة السورية والحكومة العراقية وحلفائهم الحقيقيون وليس من يدعون هذا الحلف. والجزء الأكبر كما تفضلت بالعمل العسكري على الأرض كان في جزء منه للبشمركة، وسنشهد في الأيام القادمة بعد أن استعادت القوات العراقية إعادة تنظيم صفوفها والمبادرة بأن ستكون هي الأساسية في فتح المعارك الكبرى. فإذن هناك هالة كبرى في الإعلام تصور عن دور الولايات المتحدة وما يمكن أن تفعله مع حلفائها. أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون بالأهمية الكبيرة، العاتق والمسؤولية الكبرى ستكون على القوات العراقية مع البشمركة في العراق وعلى القوات السورية في سوريا. نعم. أستاذ ماجد حبو، أهلا وسهلا فيك بداية. يعني الحقيقة سأقفز ربما في الحوار إلى سؤال خارج السياق، ولكن ما رأيك فيما شهدناه اليوم عن وصول المعارض السوري المعروف كمال لبواني إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر ضد الإرهاب؟
يعني كنت أتمنى أنه ما يتوجه هذا السؤال إلي حقيقة، لأنه يعني بعيدا عن شخص كمال لبواني أو أي شخص آخر، ولكن أعتقد أنه أي دور لأي سياسي سوري يقبل بالحوار أو مد اليد إلى الكيان الصهيوني، سواء كان عبر المعالجة أو العسكري أو عبر لقاءات سياسية، فهذه تعتبر كارثة وطنية. ولكن هناك أيضا أطراف من المعارضة تقبل بالتدخل العسكري الخارجي في سوريا، لا تقول خيانة وطنية عمن يزور الكيان الإسرائيلي. كمال لبواني كشخص ليس جديد عليه مثل هذه التصريحات أو هذه الأداءات، ولكن هناك الكثيرين من أمثال كمال لبواني من يطالبون ليل نهار بالضرب العسكري على سوريا تحت أي مسمى كانت، محاربة داعش، القضاء على النظام، أي مسمى كان. طب أستاذ لا ماجد، يملك. نعم أستاذ ماجد، يعني هل برأيك تستفيد المعارضة السياسية السورية اليوم من أضعاف داعش أو من ضرب داعش وأضعاف الجهاديين؟ هل يمكن أن يعود ربما الحراك السياسي أو المشهد العسكري بعد أن طغى عليه وربما ألغاه المشهد المسلح والعسكرة ودخول عناصر جديدة على الصراع السوري؟ أم أنه بالعكس هو ربما تشريع وفتح الأبواب التدخل الخارجي في سوريا، وبالتالي يعني ذهب المشهد ربما إلى حرب أهلية أكثر مما هي عليه الأوضاع سوءا في سوريا؟ بالتأكيد، وهذا بيعيدنا للسؤال الأساسي، ماذا تريد اليوم الولايات المتحدة من محاربة داعش في سواء في العراق أو في سوريا؟ تسعى الولايات المتحدة من خلال حلف ما يسمى محاربة داعش إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه، سواء كان في العراق من خلال الاحتلال الأمريكي المباشر أو في سوريا من خلال العسكر الذي دفع بأطراف كثيرة من المعارضة المسلحة إلى مواجهة النظام عسكريا، وبالتالي فقدنا أهم ميزة تميز الحراك الثوري في سوريا أو المطالب الوطنية الديمقراطية في سوريا، التي ذهبت باتجاه التطيف والطائفية والتشيع. وبالنهاية الحراك العسكري في سوريا كان هو مقتل طموح الشعب السوري في تحقيق دولة مدنية ديمقراطية، وبالتالي أي نشاط عسكري لأي فريق كان سواء كيف كان كيف المشهد رح يكون اليوم بعد هذا التحالف الدولي؟ كيف بتشوفوه أنتو؟ نحن نعتقد أنه أي تحالف دولي يكون من أجل مواجهة أو ضربة عسكرية لسوريا هو تحالف خطر ومرفوض جملة وتفصيلا. نحن نطالب بتدخل دولي عبر الأمم المتحدة، وليس عسكريا، إنما من أجل إحياء عملية السلام، من أجل إحياء الحل السياسي السلمي، ومن خلال الضغط من كل الأطراف على كل الفرقاء، سواء من فريق النظام أو سواء من فريق المعارضة المسلحة التي تقوم بالمواجهة المسلحة اليوم، من أجل الوصول إلى حل سياسي. المسألة في سوريا تحتاج إلى حل سياسي أولا، وأما فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب فحقيقة أولا الشعب السوري والجيش العربي السوري اليوم خلال 4 سنوات الأخيرة أو وحدات حماية الشعب أو كل مكونات الشعب السوري تستطيع القضاء على الإرهاب بعد تأمين حاضنة جيوسياسية في المنطقة بالإقليم التي تدعم الإرهاب وتموله. يعني من المفارقة أن نرى اليوم تركيا في حلف مواجهة الإرهاب التي تضم على أراضيها معسكرات لتدريب داعش. من المفارقة أن نجد السعودية اليوم في حلف محاربة داعش وهي الشريك الأساسي. من المفارقة أن نجد حلف الموهوم المزعوم الذي بالنهاية لن يكلف المجتمع السوري إلا أولا ضرب الدولة السورية وتحطيم أكثر قدر ممكن مقدرات المجتمع السوري. نعم. طيب. الدعم الدولي يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا. نعم، ولكن أنتم تقبلون بتحالف دولي ينسق مع الأمم المتحدة ولا ينسق مع الحكومة السورية، هذا ما أفهمه من كلامك؟ نحن نرى أنه يجب أن تكون هناك عملية سياسية تبدأ من الداخل السوري من خلال تفاوض ما بين وفد من النظام ومن أطراف المعارضة التي لا. تقبل بالعملية السياسية من أجل الوصول إلى مرحلة والانتقال بالبلاد إلى حالة من الديمقراطية،
المطلوبة أو على الأقل من التشارك السياسي. هذه تفتح الباب إلى كل أشكال المواجهات مع داعش أو غير داعش. طيب بكل الأحوال يعني لا أدري إلى أي حد هناك وقت يعني لعملية سياسية تستبق حتى القرار في مواجهة داعش. لا يمكن لأي إجراء أمني أن يحد من أزمة على مستوى مواجهة إرهاب. مواجهة الإرهاب تحتاج إلى قضاء سياسي أولا. طيب استاذ عبد الله علي انتقل اليك. تعتزم السعوديه زج الجبهه الاسلاميه وجماعات حزم وبقايا الجيش الحر في كتله ينقصها ربما الانسجام الايديولوجي ويوحدها فقط التمويل السعودي، والارجح بان تكون هذه الكتله جهاديه غالبا، يعني رغم أن يتم الحديث عنها ككتلة معتدلة ويعتبرها أوباما قاعدة ارتكاز برية ومساندة للعمليات الجوية، باعتبار بأن واشنطن تعمل على حرمان الجيش السوري من إضعاف داعش واحتوائها. كيف يمكن أن ترتبط أو أن تنسجم هذه الكتل يعني بين جهادية وبين علمانية طبعا بين قوسين في كتلة واحدة، وتستطيع واشنطن أن تعتمد عليها لمقاتلة داعش أو لقتال داعش، خاصة طبعا نحن نتحدث بعد ما حدث بتصفية أحرار الشام، وربما تكون هذه هي الرسالة الموجهة إلى كل تكتل ينوي قتال داعش. نحن تعودنا منذ بدء الأزمة السورية أن الفصائل المسلحة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية هي أداة طيعة بيد الخارج، وعند كل مفصل إقليمي أو دولي نجد هذه الفصائل تقوم بما يشبه إعادة الهيكلة لكي تواكب ما يجري التخطيط له خارجا. هذا لاحظناه بوضوح قبل انعقاد مؤتمر جنيف عندما تشكلت الجبهة الإسلامية من فصائل غير متجانسة ضمت جيش الإسلام وأحرار الشام وغيرها، وتم الاتفاق مع جبهة النصرة دون أن تشترك فعلا في الجبهة الإسلامية، وكانت الغاية من تشكيل الجبهة الإسلامية آنذاك هي المشاغبة على مؤتمر جنيف ومنعه من الوصول إلى النتيجة التي متوقع أن يصل إليها، وهي أن يكون منصة لمكافحة الإرهاب منذ تلك الأيام. وكانت السعودية وبعض الدول الإقليمية وغيرها ترفض منح سوريا وروسيا هذا الامتياز في مؤتمر جنيف، فتم تشكيل الجبهة الإسلامية لإفشال ذلك. واليوم مع الحديث عن التحالف الدولي نجد أن هذه الفصائل تقوم بإعادة هيكلة نفسها. منذ حوالي شهر تقريبا لاحظنا أن الجبهة الإسلامية التي تشكلت إبان مؤتمر جنيف قد تفككت بشكل غير مباشر. جيش الإسلام خرج وشكل تحالف من 18 فصيل معه لواء أجناد الشام، والمشكلة الرئيسية التي أدت إلى ضربة أحرار الشام هي موقف أحرار الشام من هذا التحالف الجديد. فرغم أن أحرار الشام أعلنت عن قبولها حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية لوضع ميثاق ما سوف يسمى مجلس قيادة الثورة الموحد، إلا أنها لم تعلن عن رضاها أو موافقتها بالانضمام إلى التحالف بشكل فعلي. ولاحظنا كيف أن أمير يعني اقصده استاذ عبد الله، يعني هل يمكن لهذه الفصائل وهي ذات ربما خلفيات ايديولوجيه مختلفه ومتناقضه ان تنسجم في كتله واحده يعتمد عليها الغرب في هذا التحالف؟ نعم، هنا الفكره. هناك بعض الفصائل رغم اختلافها المنهجي والعقائدي فان الضغوط الخارجيه تؤدي الى ادماجها في تشكيل موحد خلال مرحلة معينة، وهذا ما حصل مع الجبهة الإسلامية. واليوم يجري الفرض على هذه الفصائل تشكيل جبهة جديدة أو تحالف جديد، وهناك معطيات أن مبعوثون غربيون وخليجيون التقوا منذ حوالي 10 أيام مع كافة قادة الفصائل الكبرى في سوريا بإسطنبول لتدارس موضوع التحالف الدولي والانضمام إليه. وقد فوجئ المجتمعون أن حركة أحرار الشام كان لها موقف متشدد من هذا التحالف ورفضت الاشتراك فيه رغم أصرارها
دورها على محاربة داعش ولكن بشكل منفرد، وربما هذا كان أحد العوامل التي أدت إلى اغتيال قادة أحرار الشام. ولكن هناك في سياق آخر، هناك تحالف يجري تشكيله، هو تحالف زهران علوش والفصائل 18 معه، وانضم إليهم فصائل أخرى. وفي إدلب تم تشكيل الفيلق الخامس، وهناك يعني اليوم وردت أنباء غير مؤكدة أن أبو عيسى الشيخ قائد ألبية صقور الشام تعرض لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة، كما أن عدد من قادة جبهة النصرة مثل أبو شاهر التركاوي وأبو مشاري وأبو علي جنوبي تعرضوا للاغتيال مع عدد آخر من قادتهم. هذا يدل على أن هناك حراك غير طبيعي في أوساط الفصائل المسلحة، يعني حراك لتصفية بعض قادتها. نعم، تصفية القادة الذين يرفضون بعضها من أجل نعم يعني هي عمليات تصفية لقادة يرفضون الانضواء تحت هذا التحالف أو أن يكونوا ضمن مجموعات متألفة مع بعضها البعض. يعني حاليا المؤشرات هكذا تدل. طيب، كل من يرفض. نعم، سنكمل في النقاش أستاذ عبد الله علي مع ضيوفنا أيضا، ولكن بعد فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أستاذ أنيس نقاش، هل ترى تجانسا في التحالف القائم؟ يعني هناك دول خليجية ربما هي كانت من أكثر الممولين أو أكبر ممولين للمجموعات الجهادية في سوريا، وهي السعودية وقطر، وهي لا تختلف كثيرا عن داعش. يعني هذه المجموعات، بل حتى التمويل الخليجي كان يطال داعش نفسها عبر جمعيات. وأيضا نرى في هذا التحالف تركيا التي فتحت حدودها وتسهيلاتها، وكذلك ربما أحيانا تدخلها المباشر أو غير مباشر في تحركات داعش على الحدود السورية والعراقية. كيف ترى هذا التحالف؟ هذا التحالف أولا قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي مفكك تماما. ابدأي مع بريطانيا وفرنسا اليوم، الذين أخذوا موقف بالنسبة لسوريا على أنهم لا يمكن أن يتدخلوا بدون قرارات دولية، ولم يعني يتقدموا بهذا الاتجاه. تركيا حضرت الاجتماع، ولكنها بأي شكل هي في هذا التحالف؟ لم تتدخل في البيان، هي رفضت حتى إعطاء أي تسهيلات لقوات، يعني لا يعني حضرت الاجتماع ولم تسمح لقوات أمريكية من قاعدة إنجيرلك بتركيا أن تتحرك، ولم تعطي أي وعد بإقفال حدودها، ولم تعطي أي وعد بمحاربتهم ولو حتى داخل حدودها. وبالتالي حضور الاجتماع لا يعني أي شيء. حضور مصر لهذا الاجتماع مع شروطها المصرية التي تلجأ إلى مجلس الأمن والقرارات الدولية، هذا سببه على أن مصر قد تلوعت من القرارات السابقة بالنسبة لليبيا، وتعرف أن مثل هذه التدخلات لا تؤدي إلى كوارث. حضور بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان وحضور لبنان لم يقدم أو يؤخر، هم ليسوا يعني أعضاء فاعلين، هم حاضرون في المؤتمر ولكنهم ليسوا فاعلون بأي شكل في هذا الحلف. وبالتالي الولايات المتحدة ستصطدم بجدار أنا أشبهه بالحالة التي كانت تسبق تهديدات أوباما بالحرب على سوريا، ثم يعني استعانته بقوى دولية وأقليمية لإنزالها عن الشجرة. في كل هذه التصريحات والمواقف التي اتخذها بمؤتمره الصحفي، سيجد أن الوقائع على الأرض لن تسمح له بأن يقود مثل هذا التحالف بشكل قوي، وعلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدير الأمور كما تريد. فهناك موقف روسي صيني قوي جدا، وهم شركاء في مجلس الأمن ولديهم فيتو حاضر. هناك مواقف لقوى أقليمية مثل إيران وسوريا وتشكك في قرارات هذا التحالف. الموقف العراقي الذي يرحب بالتحالف هو ليس ملك الأمريكان 100%، يعني هم يجب أن يحسبوا حساباتهم الدقيقة في العراق، من هو معهم ومن هم ليس معهم. طيب، وبالتالي أنا لست منزعجا من المسألة العسكرية في هذا التحالف بقدر ما أنني منزعج من أن أوباما بدأ على طريقة جيرترد بيل البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى يدير معارك التوازنات بين السنة والشيعة والمذاهب في المنطقة ويتحدث بهذه الأمور. وأعتقد أن هذه مسؤوليتنا نحن
بحيث كيف نخرج من هذه المصيبة التي وضعنا أنفسنا بها بأن شعوبنا أصبحت مفتتة مذهبيا. أستاذ أنيس، برأيك هل بوسع الولايات المتحدة أن تتدخل دون الرجوع لمجلس الأمن كما قال جون كيري من أجل توجيه الضربات لداعش، وهي تقول أو بالأحرى هناك تصريبات صحفية تقول بأن هذه الضربات لن تمس السيادة السورية على اعتبارها ستكون في أراضي ليست للدولة السورية سيطر عليها، وهي مناطق غزتها داعش أو تسيطر عليها داعش؟ هذا تفسير الولايات المتحدة وتفسير السيد كيري. إذا أرادت القيادة السورية أن توجه رسالة قوية للتدخل الأمريكي، عندها ماذا سيجيب؟ يعني بدون الرجوع لمجلس الأمن، معارك في الجبهة دون الرجوع، نعم يتدخل دون الرجوع، يمكن لسوريا أن توجه رسالة عسكرية لهذا التدخل يحرج الولايات المتحدة حينها. عندما تقول سوريا أن أي تدخل عسكري على أراضيها هو اعتداء على السيادة السورية، هذه رسالة واضحة في السياسة. كذلك موقف الروسي، كذلك الموقف الصيني، كذلك تراجع البريطاني الفرنسي. وبالتالي على الولايات المتحدة أن تكون حاضرة لتلقي جواب ما على الأرض في حال ارتكابها مثل هذا الخطأ دون اخذ الاذن او يعني الضوء الاخضر من السلطات السوريه. طيب استاذ مازن ماجد حبو، يعني يطغى المشهد العسكري وربما سيطغى اكثر على الازمه السوريه اذا ما كان هناك ضربات ربما يعني حتى واشنطن تجاوزت فيها التنسيق مع دمشق من اجل توجيهها الى الاراضي السوريه، وهناك ربما من يؤكد بان العمليات العسكريه ستستمر لسنوات اكثر من ذلك. هل تتحول سوريا إلى ساحة لمواجهة الإرهاب العالمي برأيك الذي أصبح أولوية أصدقاء سوريا؟ وما هي مشاريع المعارضة السورية في هذا الوقت؟ هل تتأجل بانتظار انتهاء الحرب؟ نبقى متمسكين بالأمل. أنا كسوري أتمنى أن لا يحدث ذلك، وأعتقد أنه الوضع الجيوسياسي في المنطقة أيضا لا يسمح بذلك. سوريا هي مفتاح المنطقة، وعمليا أي حالة قلق وتوتر أو حروب في سوريا سواء كانت حروب داخلية أو حروب إقليمية أو دولية على الأرض السورية تهدد. ما يهدد المنطقة اليوم ليس ما يحدث في سوريا، ما يهدد تمدد داعش وبعدها 40 كيلومتر عن حدود السعودية، ما يهدد هو خطر زوال الأردن، ما يهدد هو خطر زوال الكويت. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك وضع مستقر في سوريا فالمنطقة كلها مقبلة على حالة اشتعال حريق كامل. ولا ننسى بأنه الدول المحيطة بسوريا هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية معنية بالدفاع عن حلفائها. السعودية اليوم لا تحارب داعش كرما لعيون الشعب السوري، تحارب داعش لأنه مكة المكرمة هي قبلة داعش. تركيا تفكر أن تحارب داعش لأنه داعش تشكل بديل للنظام أردوغان الإخواني. بهذا المعنى نتمنى، ولهذا السبب أيضا نقول يجب البحث عن حل سياسي وطني محلي من أجل مواجهة داعش. لا يمكن اجتثاث داعش من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم داعش من أجل تحقيق أجندات سياسية سواء في سوريا، في العراق، في السعودية. السعودية اليوم مطالبة بدفع فاتورة محاربة داعش. لهذا السبب نعتقد بأنه المدخل الأساسي من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة يجب أن يكون هناك اعتراف من هي القوى الحليفة، من هي القوى الإرهابية، وتسميتها بشكل واضح. يعني يكفي أن نختبئ وراء إصبعنا وندعي أنه أطراف من الجيش الحر هي أطراف حلمانية ومعتدلة. ليس هناك أي طرف حمل السلاح في سوريا واليوم تحديدا يمارس دور علماني ومعتدل. طيب كل من يحمل السلاح اليوم في سوريا يساهم في تخريب سوريا، يساهم في تدمير سوريا، ويساهم أيضا في انعاش داعش اكثر فاكثر. استاذ عبد الله، باستثناء ريف حلب الشمالي لا توجد جبهات مفتوحه بين المعارضه المسلحه ان صح التعبير، ويبدو بان بنك الاهداف الامريكي هو في شرق سوريا، يعني الذي
يعد امتداد طبيعي للساحة العراقية، وفي هذه المنطقة ينعدم وجود المعارضة المسلحة بحسب تسمية الغرب بسبب طرد داعش لها في دير الزور، في الرقة، باستثناء يعني بعض الجبهات في مواجهة العشائر، ربما في دير الزور بمواجهة الأكراد في الحسكة، أو بعض النقاط التي بقيت للجيش السوري. من هي يعني إذا كان هذا بنك الأهداف بالنسبة لواشنطن، من هي المعارضة التي ستقاتل داعش هنا؟ نعم، هو هذه هي المشكلة نفسها التي تعاني منها واشنطن وبعض الدول الإقليمية منذ بداية الأزمة السورية، منذ الأيام الأولى للأزمة السورية، وهم يقولون سوف ندعم المعارضة المعتدلة، ولو نبشوا 100 عام لن يجدوا هناك معارضة معتدلة، لأن كل من يحمل السلاح لا يمكن اعتباره معتدلا. وفي السنة الماضية لاحظنا كيف أن أغلب الفصائل اتخذت منهجا جهاديا واضحا، لم يعد هناك فصائل علمانية يمكن وصفها بالمعتدلة باستثناء فصائل مثل جبهة ثوار سورية التي يقودها جمال معروف، وحركة حزم، وبعض الألوية المتناسرة هنا وهناك، ولكن ليس لهذه الفصائل الثقل العسكري والقتالي التي يمكنها من مواجهة داعش. فنحن لاحظنا كيف أن داعش بسهولة استولت على 20 قرية تقريبا في ريف حلب الشمالي الذي يعتبر معقل الجبهة الإسلامية، وكيف طردتهم من دير الزور ومن كافة المنطقة الشرقية. فكيف يمكن أن يحاربوا داعش في دير الزور وفي الرقة وهم عاجزون عن محاربتها في معاقلهم في ريف حلب الشمالي بشكل خاص، وعجزوا حتى عن محاربتها يعني في هذه المناطق أيضا، يعني تم طردهم بسهولة وبسرعة. بسهولة وسرعة، وبعد أن ارتكبت فيهم داعش مجازر دموية وأزلتهم من خلال فرض البيعة على فصائلهم وقادتهم. ومؤخرا شاهدنا كيف هرب قائد جيش الإسلام في الشرقية سليم محمد أبو سليم من سجن داعش، وأنا أعتقد أن داعش هي التي سمحت له بالهروب، لأنها في هذه المرحلة تحاول أن تتصالح مع البيئة المحيطة بها كي لا تتعاون ضدها مع قوات التحالف المزمع عقدها. ولكن هناك نقطة أريد تعقيب بسيط. أنا أتوقع أن الغارات الأمريكية في حال طالت الأراضي السورية فإنها سوف تتركز في الرقة ودير الزور، هناك مصلحة أمريكية واضحة في هاتين المنطقتين، هناك آبار البترول والنفط، وكلنا نعرف شغف الولايات المتحدة بهذه الثروات. يمكن للولايات المتحدة، أو هكذا أتوقع أنها تخطط، أن تحاول ضرب معاقل داعش في هاتين المدينتين وجلب قوات جمال معروف أو حركة حزم للسيطرة على هذه المناطق، وبالتالي وضع يدها على الثروات النفطية هناك. نعم. طيب سيد أنيس، هل تعتقد أنه بيوسع روسيا وإيران يعني المشاركة في ضربات جوية ضد داعش بموجب القرارات الدولية، وخصوصا إيران، هل بوسعها أن تشارك في هذه العمليات دون أن يظهر ذلك كتطوير ربما لحرب شيعية ضد فصيل سني أو السنة، حتى ولو كان داعش أيضا يعني على الأقل في بداية ما حدث أو الأحداث في العراق كان يظهر على أنه فصيل سني وينتصر للسنة في المنطقة، ودون أن يثير ذلك حساسية، على اعتبار كما تحدثت قبل قليل بأنه محاولة تظهير كل الصراع على أنه شيعي سني، ويعتمد أوباما أيضا على هذه التسميات من أجل تركيب هذا التحالف؟ بداية لا أعتقد، بل أجزم على أن إيران لن تكون بأي عمل منسق مع الولايات المتحدة، ولا تتدخل بضربات جوية منسقة مع الولايات المتحدة في هذه الساحات. إيران لديها أسلوبها في العمل مختلف تماما، وهي لم تقصر بتاتا لا في حماية العراق ولا في حماية سوريا. وأعتقد وأؤكد على أن الأيام القادمة ستشهد نشاطا أكبر أيضا لدعم العراق وسوريا في مواجهة هذه الظواهر. أما مسألة أن الصراع يكون سني شيعي، هناك مفارقة ما بين ما يريد الإعلام أن يلقنه لنا وأن يلزمنا به، وهذه هي حالة العراق منذ أن قررت الولايات المتحدة
باحتلاله بدأت بتقسيم الشعب العراقي، وبدأ الإعلام يتحدث عن العراقيون وكأنهم يعني ليس لديهم وطنية وهوية واحدة ولا قومية واحدة ولا حتى هم عرب، ويبدأون اليوم أيضا في سوريا في هذا الحديث، في حين أن الواقع يقول أن السنة قد تضرروا من داعش وقتل من علمائهم وقتل من عشائرهم المئات، والشيء نفسه يحصل اليوم في سوريا. فنحن لا نحتاج إلى الولايات المتحدة ولا إعلام دول الخليج التي كل يوم تتحدث عن مظالم أهل السنة هنا وهناك لكي ندرك ما هي الوقائع. الوقائع شيء مختلف تماما، هم يختلقون هذه الأعذار من أجل السماح لأنفسهم بالتدخل، ومن أجل إيجاد قوى مسلحة يعني يحرضونها من أجل أن يكونوا يعني الطابور الخامس، كما أحد الفصائل اليوم سمى نفسه الفوج الخامس، هي عبارة عن طابور خامس كل هذه المنظمات لكي تسمح للقوى الأجنبية ولقوى إقليمية معروفة ارتباطها بالولايات المتحدة أن تؤثر في السياسة العراقية وأن تؤثر في السياسة السورية. هذا لن يحصل، وسنقوم بواجبنا بعيدا عن التنسيق مع الولايات المتحدة، وسيشهد العالم أن دور هذه القوى المتحالفة مع العراق وسوريا سيكون أكثر فعالية على الأرض. وأعيدك إلى تصريح السيد البرزاني عندما وقف بكل قوة وقال لم نجد إلا إيران هي التي سندتنا بقوة منذ البداية والتي دعمتنا. يعني الإعلام شيء وما تصرح به الولايات المتحدة وحلفائها شيء، والواقع على الأرض يختلف تماما. نحن أكثر فعالية على الأرض من كل هذه الهمروجة التي اجتمعت في جدة. طب إذا كانت دمشق وحلفائها قادرة على أن تحارب داعش دون يعني دون التنسيق أو دون الحاجة إلى هذا التحالف الدولي، لماذا سارعت دمشق لإعلان رغبتها بالتنسيق والتعاون طبعا تحت سقف السيادة السورية قبل حتى أن يتم الحديث أو توضيح آلية هذا التحالف وهذه الاستراتيجية لمكافحة داعش؟ نعم، هنا فرق. هذا استدراج للقرارات الدولية لتثبيت السياسة التي كانت دائما تتحدث عنها سوريا أن ما تعاني منه هو الإرهاب، وبالتالي لو جاء التدخل عن طريق مجلس الأمن ولقوى دولية تدعم الجيش العربي السوري وتدعم القوى الفاعلة التي تريد فعلا أن تتخلص من الإرهاب لكان هذا إصلاح لما يجري على الأرض. كذلك في العراق عندما يطلب من قوى العالم أن تسانده ضد الإرهاب نجد أن الولايات المتحدة التي يعني تصرح كل يوم بأنها ستكون قائدة هذا المحور حتى اليوم يا أخ ديمة، حتى اليوم الأسلحة العراقية التي اشترتها الحكومة العراقية ودفعت ثمنها نقدا 500 مليون دولار لم يحولوها إلى الجيش العراقي لكي يستطيع أن يصمد ويقاتل داعش. من هنا كشف المستور وكشف الحقائق بأن هناك نفاقا بهذه المواقف، وهناك مسمار جحا كما يقال بالمثل الشعبي عن طريق داعش من أجل التدخل في المنطقة في حين أن أهدافهم هي شيء آخر. طيب أستاذ ماجد، هناك ارتباك كبير يعني في صفوف المعارضة، خاصة يعني هي تهلل ربما لما تقوم به المجموعات المسلحة ضد الأكراد وضد الجيش السوري، رغم أن هذه المجموعات هي توصم بالإرهاب عالميا ووضعت على لوائح الإرهاب. هل يمكن للمعارضة اليوم برأيك في قتالها أو ربما في قدرة الغرب على الاعتماد عليها أن تنزع عنها أو أن تستغني عن الأجنحة الجهادية فيها؟ وبماذا تختلف ربما بقية الفصائل عن داعش؟ يعني للأسف كان لدينا فريق من المعارضة السورية منذ بداية الأزمة في 2011 وحتى قبل، منذ إعلان دمشق بصيغته الثانية، كلياتنا بنتذكر 2006 إعلان دمشق بصيغته الثانية الذي قبلت أطراف من المعارضة السورية بمسألة التدخل الخارجي للتخلص من الاستبداد، وهذه كانت تعتبر كارثة وما نزال إلى اليوم ندفع ثمنها. هذه الأطراف من المعارضة قبلت أيضا أو روجت وسوقت أي سلاح في مواجهة النظام باعتباره سلاحا ثوريا، وللأسف ما نزال إلى هذا اليوم ندفع هذا الثمن أيضا. بمعنى ضربت الحراك الوطني الديمقراطي في سوريا الذي كان يمكن أن يصل إلى نتائجه لولا سقوطنا في العسكرة وسقوطنا في التدخل الخارجي. ولذلك اليوم مطلوب من الجميع
تحديد المسألة. المسألة في سوريا لم تعد أزمة سلطة ومعارضة، هناك أزمة وطنية من العيار الثقيل. داعش تهدد الكيان السوري، تهدد المجتمع السوري، تهدد الموالاة والمعارضة، يجب تحديد الموقف منها، من الجميع، من المعارضة قبل تحديد الموقف من النظام. هل داعش تعتبر، ما تزال تعتبر بوجه سلاحا ثوريا؟ هل الجيش العربي السوري الذي يقاتل اليوم داعش ما يصلح أن يكون رافعة وطنية؟ هل وحدات حماية الشعب التي تقاتل داعش في محافظة الحسكة تصلح أن يكون نموذج يعمم على كافة المناطق السورية؟ هذا هو سؤال مهم، وهكذا يحدد موقف المعارضة من الموالاة أو موقف الوطني من غير الوطني برأيي. نعم 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 أستاذ ماجد أسمعك. طيب أستاذ عبد الله علي بسرعة لو سمحت لأنه ما عاد عنا وقت كتير. لم يصدر أي موقف من أيمن الظواهري وهو الأب الروحي للقاعدة، لاحظنا أيضا أن هناك جهد كبير لإظهار النصرة وكأنها فصيل معتدل، يعني هي اليوم أفرجت عن الصحفيين الذين كانت تختطفهم في ريف القنيطرة، أيضا هي لا تظهر صور الذبح وتقطيع الأطراف وما إلى هنالك، وأيضا تبدي مرونة في قضايا الرهائن والمختطفين، وأيضا اليوم تشترط أن يتم رفع اسمها عن الإرهاب. بماذا يعني، هل هناك ربما محاولات من قطر أو من غيرها لاسترداد النصرة مرة أخرى لاجتذابها كعنصر أو فصيل ربما تستطيع واشنطن الاعتماد عليه في هذا التحالف؟ وهل يمكن للنصرة أن تجتذب مقاتلي أحرار الشام إذا ما كان مهدد هذا الفصيل بالتفكك وبالانهيار؟ نعم، هناك فعلا شيء غريب يحدث حول جبهة النصرة كالمواقف التي ذكرتها، وأنا أريد أن أضيف ما صرح به جورج صبرة مؤخرا عندما حاولت جبهة النصرة محاصرة محردي والاعتداء عليها، فخرج ليطمئن أهالي محردي ويقول أنه لا خطر عليكم إذا احتلت جبهة النصرة مدينتكم، وهذا من أخطر التصريحات ويدل على تطبيع سياسي بين الهيئات السياسية لبعض المعارضة السورية وبين الفصائل الجهادية. فبماذا يختلف مثلا هذا التصريح عمن يمول ويسلح جبهة النصرة؟ أما بالنسبة لحركة أحرار الشام فهي بالفعل تخضع لضغوط قاسية جدا، خصوصا بعد مقتل قادتها، ومصيرها يمكن القول في مهب الريح. من المحتمل أن الكثير من الفصائل والألوية سوف تنشق عنها، خصوصا تلك الفصائل التي كانت تعتزل قتال داعش تحت زريعة إخوة المنهج. هذه الفصائل سوف تجد حرجا بعد. أستاذ عبد الله بسرعة من فضلك، هل يمكن أن يعني أن يكون في وقت قريب إمكانية لأن يرفع الغرب النصرة عن لائحة الإرهاب وبالتالي تكون هي القوة الأساسية التي يعتمد عليها في هذا التحالف أو في مواجهة داعش؟ لا أعتقد ذلك، ولكن عمليا يمكن طي صفحة قرار مجلس الأمن بخصوص جبهة النصرة، وهذا ما نراه فعلا. لا أحد يتحدث عن جبهة النصرة رغم أنها مصنفة إرهابيا، وجبهة النصرة سوف تستفاد من الأزمة التي مرت بها حركة أحرار الشام، سوف تستقطب أعداد كبيرة من الجهاديين المنضوين تحت رايتها، ومن المتوقع أن تزداد قوتها ويكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله علي الكاتب والصحفي في جريدة السفير اللبنانية، وأيضا الشكر موصول لنائب رئيس هيئة التنسيق المعارضة في المهجر، كنت معنا من أوسلو. وأيضا من طهران كان معنا الأستاذ أنيس النقاش وهو منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم جميعا، وأيضا شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.